الإطار يدق مسمارا حادا بنعش الانسداد، وأطراف سياسية ترحب بالمرشح الجديد، وتصويتان يفصلان السوداني عن رئاسة الحكومة. في جلسة طارئة لبحث هجوم دهوك، مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم ويجدد الدعم لسيادة العراق. حياكم الله مشاهدينا، وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة. وبعد مضي أكثر من نصف عام على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة وعقب مخاض عسير، اكتنف مباحثات تشكيل الحكومة التي عقبت الإعلان عن نتائج الاقتراع. استطاع الإطار التنسيقي أن يكسر الجمود وحالة الانسداد التي أغرقت العملية السياسية طوال هذه المدة، وذلك بعد الاتفاق على ترشيح القيادي في الإطار محمد الشيع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، وتزامن ذلك مع مؤشرات إيجابية على حل وشيك يلوح في الأفق لحسم منصب رئاسة الجمهورية. إلى الجانب الآخر مشاهدينا، جاء قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الهجوم التركي على محافظة دهوك بإقليم كردستان شمالي العراق، كما جدد دعمه لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، وحث جميع الدول الأعضاء على التعاون مع الحكومة العراقية لدعم التحقيقات، فيما جدد أعضاء المجلس التأكيد على دعم استقلال وسيادة ووحدة الأراضي العراقية والعملية الديمقراطية والازدهار في البلاد، وبحسب بيان صدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي. إذن مشاهدينا، في حصادنا لهذه الليلة نناقش كل هذه المعطيات مع ضيوفنا الأكارم، ونرجو أن تبقوا معنا. إذن بعد أن أجمعت عليه قوى الإطار الشيعي كمرشح نهائي لرئاسة مجلس الوزراء، لم يتبقى أمام محمد السوداني سوى اجتياز مرحلتين مهمتين، الأولى داخليا في البيت الإطاري، والأخرى عند طرحه في الفضاء الوطني. ورغم أن الإطار سابق الزمن، لكن كرة الحسم اليوم في ملعب الأحزاب الكردية التي ما زالت تراوح في مكانها في اختيار رئيس للجمهورية يعطي الضوء الأخضر للمكلف بالبدء بخطوات تشكيل الحكومة. تقرير علي حبيب. تصويتان يفصلان مرشح الإطار محمد الشيع السوداني عن رئاسة الحكومة المقبلة، تصويت داخل الهيئة العامة ومن ثم قبة البرلمان كمسالك قانونية تشق طريقها لتكليف السوداني بتأليف كابينته الوزارية ومنح أعضاء حكومته الثقة بعد ذلك، خطوة متقدمة نحو حل الأزمة الراهنة وتشكيل حكومة تتلائم مع صعاب المرحلة. يجب أن يمضي الجميع بهذا الخيار من خلال استكمال الاستحقاقات الدستورية، وأيضا قبول الطرف الآخر اللي هم الجهة الشركاء في العملية السياسية المتمثلة بالمكون الكردي والمكون السني، وأيضا يجب أن تمر شخصية محمد الشيع السوداني من خلال قبة البرلمان، على اعتبار أن هناك آليات دستورية يجب أن يمضي عليها. نتمنى أن تكون هذه خطوة تلحقها خطوات أخرى لدعم الحكومة بغض النظر عن الاسم، نحن نبحث عن برنامج، نحن نبحث عن معادلة حكم حقيقية. لكن قطار تسمية ما تبقى من الرئاسات متوقف في محطة الشمال التي لم تعتزم الأطراف الكردية بعد من الوصول إليها بمرشح رئاسي واحد والذهاب به نحو بغداد، فالكتل الشيعية اليوم أنجزت ما عليها وقدمت مرشحها إلى ساحة الشركاء، وعلى الحزبين التقليديين أن يحسم الجدلية فيما يتعلق برئاسة العراق. بعدما تم الاتفاق في الإطار الشيعي التنسيقي على طرح اسم الأخ محمد الشيع السوداني، تبين الانسداد الحقيقي يكمن في المكون الكردي،
يعني اليوم لا زال هنالك مناكفات بين الديمقراطي الكردستاني وبين الاتحاد الوطني على مرشح رئاسة جمهورية، وهنالك حقيقة مساعي حقيقية من قبل الإطار التنسيقي على أنه يجب أن تستكمل الحكومة القادمة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة القادم خلال مدة أقصاها 20 يوما. مرحلة جديدة من الحراك السياسي تمكنت فيها قوى الإطار من تسمية مرشحي رئاسة الوزراء على الرغم من التعقيدات التي تحيط بملف إكمال الاستحقاقات. الإطار حسم أوراق الترشيحات وقدم مرشحه، والأخير في طريق الخوض بتفاصيل برنامج حكومي تتفق حوله جميع المكونات. لكن أبرز التحديات المخاض العسير في ولادة الرئيس العاشر للبلاد. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر بتفاصيل هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو السياسي المستقل الأستاذ محمد العقالي. أهلا بك سيد محمد. أهلا وسهلا. وكذلك الترحيب بالناشط والسياسي الأستاذ غسان الشبيب ينضم لنا مباشرة عبر سكايب. أهلا بكم سيد غسان، وأبدأ معك أستاذ محمد. ما مدى أهمية حسم الإطار لمرشحه لرئاسة الحكومة القادمة؟ هل يعتبر نسبيا حل للأزمة أو الانسداد السياسي؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، تحية لك وإلى ضيف الكريم وإلى جمهور قناتكم الموقرة. أعتقد العملية السياسية في العراق محكمة بأطر دستورية وتوقيتات دستورية. هذه التوقيتات تحتم على مجلس النواب والكتل السياسية أن تلتزم بهذه التوقيتات. للأسف في هذه الدورة ولربما حتى الدورات السابقة كان هناك انتهاك للتوقيتات الدستورية. في هذه الدورة ربما الانتهاك الأكبر والأعظم بالتوقيتات الدستورية، لكن الخطوات التي خطتها الكتل السياسية لحد الآن هي لم تلبي رغبات الدستور ولم تلبي رغبة الجمهور العراقي. فبالتالي الإطار التنسيقي كان أحد الكتل السياسية التي تعرضت إلى ضغوطات وانعكست عليها التصرفات والسلوكات والسلوكيات السياسية والتحالفات في هذه الفترة ما بعد الانتخابات لحد الآن. كان هناك ضغط كبير هائل على الإطار عندما يعني كانت هناك الفترة التي لم ينجز فيها ما عليه هو أن يختار رئيس يعني المرشح منهم لرئاسة الوزراء. لكن أمس يعني الجميع يعني تفاجأ، لربما كانت هناك توقعات بأن هذه الفترة ستطول أكثر، وعدم الاتفاق ما بين كتل وقوى السياسية داخل الإطار لم تتفق، وهناك من يقول أنها هذه الكتل هي متفككة إلى حد كبير. لكن فاجأوا الجميع باختيار شخصية يعني حسب قياساتي أنا وحسب اطلاعي بالرجل، شخصية وسطية معتدلة مستقرة فكريا ومستقرة أدائيا ومهنيا، وكذلك يعني يده غير متلطخة بالفساد والماضي له يشهد بالوزارات التي تبوأها. فبالتالي الإطار التنسيقي قطع شوطا يعني كبيرا في هذا المجال وأحرج باقي الكتل السياسية، أحرج الكتل الكردية لأن الجلسة المقبلة يفترض أن تكون فيها انتخاب لرئيس الجمهورية ويفترض أن يكون هناك اتفاق مثل ما اتفقت الكتل الشيعية على مرشحها، يفترض الكتل الكردية أن تتفق على مرشحها. فلحد الآن هناك إحراج كبير إلى الكتل الكردية. ثانيا الكتل التي كانت تراهن على عدم يعني اتفاق الإطار وعدم خروجهم بمرشح واحد، هذه كذلك الآن هي محرجة
أمام جمهورها، أمام خطابها الإعلامي، أمام وضعها السياسي. فبالتالي هذه الخطوة هي خطوة مهمة باتجاه التصحيح وباتجاه قطع الفترة الدستورية المخترقة، وكذلك هو إحراج إلى باقي الكتل السياسية. باقي الكتل السياسية عليهم أن يكونوا بذات المسؤولية التي هي فيها الإطار التنسيقي، اجتماعات مكثفة، وما دام هي في الإطار السياسي ولم توجد خصومة سياسية تنزل إلى عمق العنف، فهذه هي إحدى السمات البارزة للنظام الديمقراطي في العراق. فكل المشكلات هي تدخل من ضمن الحيز السياسي ولا تخرج من هذا الحيز، فبالتالي هناك بارقة أمل من الممكن أن تتشكل الحكومة. يبدو أن السودان لديه مقبولية من الكثير من الكتل السياسية بحسب مواقفها الأولية، لكن المهم الشارع. والسؤال لكم سيد غسان، أهلا بك مرة أخرى. أستاذ غسان، يبدو أن هناك مقبولية من طيف واسع من الكتل السياسية في البرلمان لشخصية المرشح السوداني لرئاسة الحكومة، لكن ماذا عن الطرف الأهم الشارع العراقي؟ هل يعني كبوادر أولية أكون مقبولية من الشارع اللي هي شخصية المرشح لاستلام الحكومة وقيادة الحكومة بالمرحلة المقبلة؟ شكرا جزيلا، تحية لك ولضيفك والمشاهدين الأيام. طبعا الصوت بصدى لكن يعني افتهمت شيء من السؤال وراح أجيب على قدر ما فهمته. تفضل. أعتقد أنه اليوم الإطار يعتقد أنه حسن معمره وقدم مرشح الوحيد بتزكية وإجماع القوى الإطار. سؤالك يتجه برأي ومقبولية السيد السوداني لدى الشارع العراقي. نعم. أعتقد أن الإطار التنسيقي ما زال يعيش حالة من الانطواء والقيود التي لم يتحرر منها ولم يصل مرحلة قدرة طلب موافقة الشارع أو قبول الشارع. ما زال يتعامل بشعبوية ويخاطب خطابات يريد أن يرضى من يعني يرضي بها قوى سياسية تقليدية، ونسى أن الشارع والجمهور هو الحاكم وهو القادر الوحيد أن يجعل هذه الحكومة أن تشكل وأن تستمر وأن تنجح، وهو صاحب الحق الحقيقي الذي يجب أن توجه له الخطابات ويجب أن يسمع له. فما زال الإطار حقيقة لا يخاطب الجمهور بطريقة المحترف السياسي الذي يريد أن يصنع تصحيحا حقيقيا ويقدم شخصية قابلة. لا شك أن غالبية الشعب العراقي هم لديهم مشكلة مع القوى السياسية بأجمعها. القوى السياسية هنا أقصد التقليدية، حضرتك تعرف وكل متابع وسياسي يعرفهم السياسيين والحكام نفسهم يعرفون ويدركون ذلك، أن هنالك 80 أكثر من 80% من المجتمع العراقي يرفضون هذه العملية السياسية بعد معاناة من 19-18 عام من القهر والفشل والفساد والمحسوبية والمنسوبية والمجاملة وكل هذه التفاصيل التي يعرفها الجميع ولا أريد أن أمر عليها بالتفصيل. هذا يؤشر على أن الإطار كان بإمكانه أن يرشح شخصية خارج إطار الإطار، بمعنى أن السيد السوداني هو ابن الإطار البار وهو ابن السيد المالكي وشريكة والسيد المالكي، وهذا يعني هذا أمر مفروغ من أمره أن الشعب ممكن أن يتقبل لشخصية سياسية بهذا اللون وبهذا الشكل، خاصة أن الإطار تعود واليوم يعيد نفس هذه الفكرة أنه يخاطب دائما القوة السياسية، بمعنى يريد أن يرضي السيد الصدر على حساب الشعب، ونسى أن الشعب هو الأكثر تأثيرا والأكثر أحقية في أن يقبل أو يرفض أي شخصية لرئاسة الوزراء. السيد السوداني قد يتكلم الكثير على أنه شخصية ليس عليه ملفات فساد، ما عنده مشاكل، علاقات طيبة، لكن بالمجمل هو عندما تصدر الأحكام والتقييم يأتي السيد السوداني هو جزء من مجلس وزراء عمره 8 سنوات، وهو محافظ لدورتين، وهو عضو في مجلس النواب، وهو عضو في حزب وكتلة سابقا يمكن سيد غسان، لكن أعتقد قبل كم سنة استقال السيد السوداني من حزب الدعوة، ما يعتبر نوعا ما أنه مرشح مستقل قد يكون مرضي لطرف المستقلين؟ بالأمور الشكلية نعم، يعني أنت الآن من تريد تقيم هذه الأمور وتريد تقول أن السيد السوداني مستقل وأصبح عنده حركة سياسية خاصة به، ترجع لظروف
ووقت استقالة السيد السوداني، هل السيد السوداني استقال في ظروف طبيعية جدا بقناعاته الشخصية عندما طلب منه أن يكون مستقلا حتى يرشح كشخصية مستقلة في عام 2019 أبان ثورة تشرين وأبان الحراك الشعبي الجماهيري الذي طالب بتشكيل حكومة مستقلة ليس فقط رئيس وزراء بل من شخصيات وزارية مستقلة وكابينة حكومية مستقلة؟ فالسيد وكثير من الإخوان غير السوداني قدموا استقالاتهم وشكلوا تشكيلات جديدة على أساس أن يقدموا نفسهم، لكن هل بالإمكان أن تمحى تاريخ السيد السوداني وهو عضو قيادي وسوبر يعني وأصبح وزيرا لست وزارات وهذه الوزارات كانت تعيش حالة من الفشل والفساد وهو عضو في مجلس وزراء يقود رئيس حزبه ورئيس كتلته ورئيس ائتلافه والدولة في ذلك الوقت وما زالت تعيش حالة من الفساد والفوضى والضياع والسيد طيب. لكن سيد غسان أثر المقاطعة يعني هل يجوز يعني تقييم سياسي معين أو قيادي معين أو ناشط معين أو حتى برلماني على أساس انتماء مثلا إلى جهة معينة لو على أساس كفاءته ونزاهته بعدم وجود ملفات فساد أو نجاحه بقيادة مؤسسة ما؟ حقيقة أناقش هذا الموضوع بشكل سياسي لا. بعيد عن العواطف وبعيدا عن الميولات. أعتقد أن الشارع الآن والوضع العراقي بحاجة إلى شخصية غير مجربة كما قالت المرجعية بال 2014 فعلا بحاجة إلى شخصية غير مجربة سواء كانت ناجحة أو فاشلة بالنتيجة محتاجين إلى وجه وفكر جديد بمعنى الكلمة مستقل بمعنى الكلمة جديد هذا واحد وكابينة حكومية من هذا النوع اليوم الوضع يغلي وهذا النظام السياسي أعتقد أنا وقراءاتي أنه وصل إلى نهاياته لكي يتغير ولكي ينفذ أنفاسه الأخيرة ليتجدد على الأقل وهذا كان على الإطار أن يفكر بهذه الطريقة الاستراتيجية وأن يقرأ ما يدور في المنطقة وأن يقرأ شعبه وإرادة شعبه أن الوضع والمرحلة القادمة بحاجة إلى بناء وليس إلى 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 ترميم المرحلة القادمة محتاجة إلى إقناع وإعادة الثقة. طيب دعني أنتقل بهذه النقطة إلى ضيفنا أستاذ محمد إذا تسمح لي سيد غسان أستاذ محمد الإطار تمكن من يعني على غير المعتاد ترشيح شخصية ليس من القيادة الأولى والصف الأول من قيادات قوى الإطار من جانب آخر يعني أيهما أهم إرضاء كتل سياسية لإرضاء الشارع السوداني بترشيحه من قبل الإطار ممكن أن يعني يرضي جميع الأطراف الشارع والكتل السياسية والأطراف السياسية بذات الوقت ونجح الإطار بهذا الموضوع لولا طبعا في النظم السياسية العمليات الديمقراطية هي كالتالي هناك انتخابات الجمهور يذهب إلى الانتخابات ويختار من يمثله ليشترك في النظام البرلماني وإذا كان هناك رئاسي سوف تكون الأصوات إلى الأشخاص الذين يرشحون في العراق النظام نظام برلماني أي أن الجمهور الشعب العراقي يذهب إلى صناديق الانتخابات ويختار من يريد أن يختار المقاطعة يعني الجماهيرية للانتخابات هي أكثر من 80% أو أكثر من يعني هذا الرقم فبالتالي من يمثل الشارع اليوم من يمثل الشارع هو النسبة التي وافقت عليها المفوضية وكان هناك اعتراف بالعملية الانتخابية من قبل المحكمة الاتحادية ومن السلطات الدستورية الأخرى فبالتالي الشارع العراقي كلمة كبيرة كلمة لا يوجد من هو يتفاوض مع الإطار من قبل الشارع حتى الإطار التنسيقي يذهب إلى الشارع ويتفاوض معه على أي شخصية مقبولة لديه أو غير مقبولة الشارع العراقي إذا يقصد به السيد غسان تشرين فتشرين اشتركت في الانتخابات هناك قوة سياسية فاعلة كأشخاص وككتل سياسية اشترك ولديها تمثيل وخليل موجودين عندهم فرصة أن يتم تشكيل الحكومة من قبلهم طيب إذا كان السيد محمد الشيع السوداني مرفوض لا. فهذا سوف يعرض التصويت لمرشح الإطار على البرلمان وإذا كان لدى أعضاء في مجلس النواب سواء كان مستقلين أو كتل سياسية تمثل تشرين فمن بإمكانها أن ترفض الترشيح ولا تصوت على الكابينة الوزارية التي يقدمها محمد الشاع السوداني هذه النظم الديمقراطية لكن كل من يذهب بالشارع لديه مشكلة معينة موجه من كتلة سياسية معينة لديه توجيه سياسي معين يقول هذا المرشح مرفوض والكل ترفض
فندخل في دوامة لا بداية لها بداية وليست لها نهاية. فبالتالي يفترض حتى الشارع الذي ليس لديه قناعة وليس لديه ثقة بالعملية السياسية وليس لديه ثقة بهذه الكتل السياسية التي يعني مارست العملية الانتخابية ومن الممكن أن تنسحب ومن الممكن أن تبقى، التيار الصدري فاز بالأغلبية المقاعد وانسحب، فهذه النظم الديمقراطية. فبالتالي من الممكن أن نذهب باتجاه قبول السيد محمد الشياع السوداني بكابينته إلى مجلس النواب الذي هو ممثلا إلى الشعب العراقي. قضية أخرى مهمة، محمد الشياع السوداني يمثل الصف الثاني أو الثالث في العملية السياسية، يعني الرعيل الأول بعد عام 2003 خلاص انتهى، والرعيل الثاني الآن انتهى بترشيح السيد محمد الشياع السوداني. هذا ماذا يعتبر أو ماذا يدلل؟ يدلل على أن العملية السياسية في حالة تقدم، ولو تقدم بطيء بسيط غير ملبي إلى طموح الجمهور إلى طموح الشارع طموحنا كمتابعين ومراقبين، لكن بالنتيجة في تقدم وفي تطور. قضية أخرى، لو تسألني سؤال تعطي لمن الأولوية، إلى الاستقلالية لو إلى النزاهة؟ بتقديري النزاهة أولا. ما فائدة الاستقلالية والشخص الذي يقدم لهذا المكان عليه ملفات فساد أو متهم بشبهات فساد؟ السوداني الرجل غير متهم ولديه كم هائل من تبوء المكانات سواء كانت خدمية أو وزارية، ولم تظهر عليه أي شائبة في ظل التوجه الإعلامي، الصحافة الاستقصائية، الميديا والسوشال ميديا هي مركزة على الوزارات. حتى من كانوا هم أعداء إلى الكتلة السياسية التي ينتمي إليها السوداني قبل استقلاليته، فبالتالي ما كانت عليه شائبة. لماذا لا نختار هكذا رجل؟ أولا خبرة، المنصب يحتاج إلى خبرة، ما معقولة نأتي برئيس وزراء عديم الخبرة ليس لديه خبرة، والله أريد جديد وهذا هو، وما فائدة الجديد وما عنده خبرة، ما عنده كيف يتعامل مع السلك الدبلوماسي، مع السياسة الخارجية العراقية، مع الملفات الشائكة في البلد، مع الملفات التي لا تحتمل البقاء بدون حلول. هذا الجو السياسي نستطيع إلى رجل لديه مسحة سياسية، لديه أطار سياسي ولديه خبرة ميدانية، خبرة مهنية، ولديه يد نظيفة لم تتلطخ. لا أكو سؤال يمكن أستاذ تفضل أكبر. القضية الأخرى، رجل غير منفعل، رجل غير مضغوط، رجل متصالح مع نفسه، ليس لديه خطاب عدائي، لا ضد كتلة من جانب الكاريزما يمكن هذه جدا القيادة. يعني البلد مشحون غاية الشحن بالمشكلات السياسية، الأمنية، الاجتماعية، الاقتصادية. هذا يحتاج إلى شخص لديه الهدوء الذي يمكنه من الحل. كيف تحل المشكلة؟ اثنين، لديه ذكاء وذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي ماذا يدلل؟ الذكاء العاطفي أنه قريب على الجمهور، قريب على الذين هم يعني مع تماس مع الجمهور، مثلا مع مجلس النواب الذي مثل الجمهور. ما كتلة سياسية رفضت السيد محمد الشياع السوداني، ولا السيد السوداني في الوزارات التي تبوأ مقعدها ما كانت هناك استجوابات على الرجل، يعني ماكو في ملفات. طيب اذا هكذا موضوع، اكو سؤال يمكن غير السؤال اللي طرحته حضرتك عن الاستقلاليه والنزاهه، اكو سؤال ايهما الاهم، شخصيه المرشح لرئاسه الحكومه لو برنامج الحكومي وامكانيه تطبيقه؟ هذا موضوع اخر. البرنامج الحكومي يعني شوف، احنا عندنا ستيب باي ستيب العمليه السياسيه تقول اولا مرشح الكتله الاكبر، انتخاب رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية المنتخب يرشح يكلف مرشح الكتلة الأكبر، يطوله شهر يقدم البرنامج ويقدم الكابينة الوزارية. البرنامج من الممكن أن لا يقنع الجمهور، هنا الكرة تكون في ملعب الجمهور، أن يعبر عن رأيه حيال البرنامج. من الممكن أن يكون اعتراض على الأولويات البرنامج، مضمون البرنامج الحكومي، على الوزارات. أنا لدي معلومة أن السوداني طلب من الإطار التنسيقي أن يختار كابينته الوزارية بنفسه، هذا أول اشتراط وقبلت قوى السياسية في الإطار. ثانيا أراد من الإطار التنسيقي فترة مقبولة لتقييم حكومته، وهو بنفسه يقيم الحكومة، يعني هو بنفسه يقدم تقرير إلى يعني المؤسسة البرلمانية لتقييم حكومتي للوقوف على أهم المعوقات وأهم المشكلات، وقال لهم إذا تقييم الحكومة مالتي كان دون المستوى أنا من الممكن أن أقدم استقالة الحكومة. فماذا نريد أكثر من هذا في هكذا أجواء
ضاغطة. ثانيا، إذا فرضا تم استبدال السيد السوداني بمرشح آخر من قبل الإطار، ما الضامن أن تكون عليه هناك اعتراضات؟ مثلا أي شخصية صاد سين زيد عمر بعد، يعني فرضا بعد ربما غير جهات تكون عندها اعتراضات. طيب هذه الاعتراضات ما راح تكون عليها، لكن نذهب بالأطر الدستورية، نذهب إلى البرلمان العراقي. الآن الخطوة الكرة في ملعب الكرد، يفترض للجمهور العراقي، الشعب العراقي، حتى الإعلاميين، حتى نحن جميعا أن نطالب الكرد بحسم من هو رئيس الجمهورية. طيب سؤال آخر، هل السيد الحلبوسي هو مجرب أو غير مجرب؟ منتمي إلى كتلة سياسية أو غير منتمي كتلة طيب. سياسية؟ سيد برهم صالح، ليش فقط التركيز على رئاسة الوزراء؟ طيب ما هو البرلمان أهم رئاسة الوزراء، لأن البرلمان هو الذي ينتج الحكومة، البرلمان هو الذي ينتج رئاسة الجمهورية. طيب. لو كانت هناك مسطرة تذهب بهذا الاتجاه فتذهب على كافة الرئاسات، لماذا أشار ربما بشكل عام يهتم لماذا حكومة السيد عادل عبد المهدي العراقية والوزراء يمكن سيد محمد؟ دعني أعود إلى سيد غسان. الإطار قام باختيار شخصية يعني من غير قيادات الصف الأول، القيادات التقليدية، هذا ألا يعتبر نجاح لضغط الشارع بهذا الخصوص؟ وفي حال كان هناك برنامج مقدم من السيد السوداني، يعني يمكن التعامل والتعاطي مع هذا البرنامج بهدف دعمه وإنجاحه من قبل الشارع؟ نعم، وبس للتوضيح لقضية أساسية، أنا لست يعني متحدثا باسم المعارضة العراقية أو التشرينيين. لا، هو الحديث مو عن معارضة سيد غسان وقراءة للشارع العراقي، لكنك ناشط بالمجال السياسي الكريم أستاذ محمد، ولبعض المفردات حول قضية الاستقلالية وعدم الاستقلالية. نعم. أنا تماما مع الشخصية الوطنية المخلصة التي تمتلك تاريخا نقيا وتاريخا نزيها، تستطيع أن تقدم، ولا أفرق تماما بين مستقل أو عدم مستقل. بالنتيجة العمل السياسي يحتاج عادة حتى يكون ناجح أن ينتظم في تنظيما سياسيا حتى يستطيع أن يخلق تنشئة وأن يخلق نتاجا وقوة وتأثير سياسي، سواء بالمحيط الشعبي يعني الاجتماعي أو في دور العمل داخل مؤسسات الدولة. لكن هنا أتكلم عن رغبات وعن قناعات وعن رؤية شعبية. لا. تعتقد أنه يجب أن تكون هنالك شخصية جديدة بمعنى الكلمة، مستقلة حقيقية، بمعنى أنها لم تعمل في المجال السياسي والحزب السابق لأنها فقدت الثقة بكل القوى السياسية الكاملة. حضرتك تكلمت عن قضية أساسية، هل بالإمكان أن يقدم برنامجا وأن يكون شخصية ليس من الشخصيات التقليدية؟ بالعكس، السيد السوداني يعتبر شخصية تقليدية، تبوى مناصب عدة من سقوط النظام إلى يومنا هذا، وهو عضو في الحزب الحاكم لمدة 16 أو 15 سنة، يعني من السيد الجعفري إلى السيد العبادي حزب الدعوة. نعم، لكن تعودنا يمكن سيد غسان أنه دائما المرشح لرئاسة الحكومة، ورجل من الصف إذا تسمح لي سيد غسان، مرشح رئاسة الحكومة، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان، رئيس الجمهورية، دائما يكون من القيادات العليا. بقدر ما أقول إذا تسمح لي سيد غسان، يحتاج إلى مصالحة، وهذا الشعب حتى الصالحة عليك أن تقدم له قيادات وقوى سياسية جديدة قادرة. يعني مثلا الأخ العزيز السيد محمد، يمكن لو اليوم دولة القانون لو يقدم أو الإطار يقدم السيد محمد، ممكن يقبل، رغم أنه هو عضو في دولة القانون ومرشح لأكثر من مرة، لكن الناس تقبله على أساس أنه هذا الرجل لم يجرب في إدارة الدولة، لم يصبح وزيرا أو نائبا. نعم، جزء من هذا ممكن أن تقبل الناس. قطع الاتصال يمكن مع سيد غسان. على العموم الشكر الجزيل لكم الناشط والسياسي السيد غسان الشبيب، كنت معنا ضيفا كريما عبر سكايب. أستاذ محمد، أرجو أن تبقى معنا. ومشاهدينا الكرام، ننتقل إلى سوية إلى الملف الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. في جلسة طارئة لبحث هجوم دهوك، مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم ويجدد الدعم لسيادة العراق.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، حيث دان مجلس الأمن الدولي الهجوم التركي على محافظة دهوكا بإقليم كردستان. وذكر مجلس الأمن الدولي في بيان أنه يدين الهجوم على دهوكا، وأنه يجدد دعمه لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه. وأضاف البيان: ندعم السلطات العراقية في التحقيقات بشأن الهجوم، ونحث جميع الدول الأعضاء على التعاون مع الحكومة العراقية لدعم هذه التحقيقات. فلنتابع. لم يكن الاعتداء التركي على السيادة العراقية وضرب مصيف في زاخو هو الاعتداء الأول، فقد شهدت السنوات الماضية بل حتى الأسابيع الماضية اعتداءات كثيرة وصلت إلى شن عمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية، وهو ما يمثل خرقا واضحا للسيادة العراقية من جهة، ومن جهة ثانية جعل الكثير من المدن الحدودية مع تركيا مناطق غير آمنة. مضافا إلى ذلك كله أن العدوان التركي الأخير من شأنه أن يقوض الكثير من الجسور الممدودة بين بغداد وأنقرة، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين كبير جدا، مضافا لذلك منافع اقتصادية كثيرة جانتها أنقرة بحكم جوارها للعراق، هذا الجوار الذي لم تهتم به تركيا بقدر اهتمامها بالعمليات العسكرية التي لا مبرر لها أحيانا كثيرة داخل الأراضي العراقية. لهذا وجد العراقيون أن العدوان والمجزرة التي ارتكبتها تركيا في زاخو وجدت ردا فعليا كان باتجاهات منها رسمية تمثلت بمواقف الزعماء العراقيين الذين أجمعوا على استنكار هذا العدوان وعلى ضرورة أن يتخذ العراق جملة من القرارات ذات التأثير، بما في ذلك مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية والتبادل التجاري. والاتجاه الآخر رفض شعبي تمثل بتجمعات أمام ممثليات تركية في محافظات عراقية، وقد يتطور الأمر لتظاهرات منددة بالعدوان التركي الأخير. لذا من حق العراق أن ينقل كل هذا إلى مجلس الأمن الدولي من أجل وضع حد للتجاوزات في المستقبل، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحفظ للعراق سيادته على أراضيه، وهذا ما أكد عليه قرار مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الأخير. بالإضافة لذلك فإن المجتمع الدولي مسؤول مسؤولية كبيرة في حفظ الأمن والاستقرار في العالم والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، خاصة أن ما جرى في مصيف برخ ليس خطأ حربيا بقدر ما أنه استهداف يصل إلى درجة التعمد والإصرار في ظل وجود أكثر من 20 حافلة سياحية من جانب، ومن جانب آخر إن هذا المصيف معروف ويرتاده السياح بالآلاف يوميا ولا يبتعد كثيرا عن الحدود العراقية التركية، وبالتالي فإن تركيا مسؤولة مسؤولية مباشرة عن هذا الاعتداء الظالم على الأراضي العراقية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، ونجدد الترحيب بضيفنا الكريم في الاستوديو السياسي المستقل الأستاذ محمد العقالي. أهلا بك سيد محمد، وكذلك الترحيب بأستاذ القانون الدكتور مصدق عادل، ينضم لنا بالصوت والصورة مباشرة بغداد. أهلا بكم دكتور ضيفا كريما. أود لك أستاذ محمد، بيان مجلس الأمن الدولي حيال الانتهاكات التركية، كيف قرأتموه؟ شكرا جزيلا مرة أخرى على الاستضافة، تحية لك وإلى الأخ والصديق الدكتور مصدق. أعتقد هذه خطوة أولى باتجاه أن الحكومة العراقية أخذت الموضوع بأكثر من جدية، لأن هذه المرة بالقصف التركي والانتهاك التركي على السيادة والأراضي والشعب العراقي كانت أكثر من سابقاتها، وكانت هناك مقدمات لهذا الهجوم البغيض، أن في محافظة نينوى كانت طائرة مسيرة قصفت إحدى المناطق في الموصل وكذلك في سنجار وباقي المدن، لكن في الهجوم الأخير على يعني السياحة العزل في هذا المكان الترفيهي كانت هذه سابقة خطيرة، والتمادي التركي أكثر فأكثر، فبالتالي وجب على الحكومة العراقية أن ترفع برقية إلى مجلس الأمن الدولي والشكوى على تركيا، وكذلك رسالة الاحتجاج على السياسة التركية عندما يعني استقدم السفير التركي في بغداد إلى وزارة الخارجية. أنا أعتقد الموضوع أخذ يعني الجانب الصحيح في التعامل مع هكذا اعتداءات من قبل الحكومة العراقية،
الجانب القانوني الدولي جدا مهم ل يعني تجريم تركيا. طيب هذه نقطة مهمة، خلينا تركيا على هذا، خلينا نستفسر عنها دكتور مصدق أستاذ القانون، هذا الموضوع اختصاصكم، برأيك الجانب القانوني يعني كيف تتوقعون كيف ستكون المخرجات القانونية لقرار مجلس الأمن بعد هذه الجلسة؟ السلام عليكم، تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك الكرام. حياكم. فيما يتعلق بالتوصيف القانوني لقصف القوات التركية للأراضي العراقية، حقيقة يجب أن نأتي أولا للتوصيف القانوني. طبعا هذا الفعل يعتبر انتهاك للسيادة العراقية المحمية بموجب المادة 1 من الدستور والمادة 50 والمادة 79 وكذلك المادة 109 و110 اللي توجب على كل السلطات الاتحادية حماية أراضي العراق وكذلك منع أي تعرض للشعب أو للأراضي أو للأجواء العراقية. فبالتالي اليوم نحن أمام انتهاك دستوري بالمواد المذكورة عليه وكذلك تنصل من قبل السلطات الاتحادية والسلطات في إقليم كردستان عن الدور المرسوم لها. جنابكم تعرفون اليوم احنا عندنا قائد عام للقوات المسلحة الاتحادية ممثل بالرئيس مجلس وزراء اللي هو يتكفل المسؤولية عن كل الاعتداءات العسكرية التي تقع على العسكريين وكذلك على المدنيين، وبالإضافة لهذا رئيس إقليم كردستان يعتبر أيضا القائد العام للأعلى للجيش والقوات المسلحة في إقليم كردستان. فاليوم المسؤولية تضامنية يفترض على كلا القائدين العامين للقوات المسلحة في إقليم كردستان وفي المستوى الاتحادي ممثل برئيس مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية التي تصل إلى رد الاعتداء العسكري. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو نظرنا للموضوع من ناحية القانون الدولي نجد أنه الجريمة انقسم بها رأياً. الرأي الأول يقول أنه هي جريمة حرب لأنها وقعت على مدنيين وتعتبر انتهاك للسيادة وكذلك انتهاك لميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع استخدام القوة في العلاقات الدولية. والرأي الثاني يقول لا، أنه الجريمة اللي ارتكبتها القوات التركية تعتبر جريمة عدوان وفقاً للقرار رقم 3314 سنة 78. فبالتالي اليوم الأمم المتحدة، دعونا لا نركز كثيرا على القرار الذي سيصدر لأن القرار الذي سيصدر سوف لن يتعدى الصورة التقليدية للقرارات وهي شجب واستنكار وإدانة والاحتفاظ للعراق بالحق في المقاضاة على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي. فبالتالي سيعيدنا إلى نقطة الصفر التي كان الأجدر على وزارة الخارجية وعلى مجلس النواب حين عقد الجلسة يوم السبت أن يتخذ القرار، لا أن ينتظر قرار مجلس الأمن الدولي، لأنه معيب لدولة تمتلك السيادة الكاملة أن تنتظر رحمة مجلس الأمن الدولي رغم أنه معني بالسلم والأمن الدولي يعني. طيب أعود لك أستاذ محمد، يعني تتوقع أنه رد مجلس الأمن الدولي أو قراره ما راح تكون بمخرجات قانونية تلزم تركيا على إيقاف انتهاكاتها للعراق؟ يعني حسب علمي أنه بمجرد الإدانة والشجب من قبل مجلس الأمن الدولي هذه نقطة تعتبر بصالح العراق وأحقية العراق بمقاضاة تركيا، وحتى أن يكون هناك قرار آخر يتبع هذا القرار يدعو تركيا إلى سحب جميع التواجد العسكري على الأراضي العراقية. وهذه لأول مرة يعني مع الجانب التركي أن تحدث هكذا يعني قضية تناقش في المنظومة الدولية عند الخمسة الكبار. جانب آخر، العراق يعني نعم هذه الخطوة لربما هي أضعف الإيمان، وقد تكون هناك يعني قضية روتينية، مجرد قضية قانونية دولية روتينية، الترتيب على هذه القضية القانونية لربما يكون يعني بعيد الأجل، وتركيا لربما تمرر مخططاتها، تمرر ما تريد تمريره في منطقة شمال العراق. لكن في العراق لديه الكثير من الأوراق التي من الممكن أن يستخدمها مع الجانب التركي. أول الأوراق هي القضية الاقتصادية. من الممكن للعراق أن يضغط كثيرا على تركيا ويحاسب تركيا ولا يتعامل مع الأتراك في قضية التبادل التجاري عدا الضرورات التي من الممكن أن تكون فيها استثناءات. قضية أخرى الجانب السياحي، الجانب السياحي جدا مهم، والسياح العراقيين يذهبون إلى تركيا بالآلاف بالمئات خلال الشهر الواحد، فبالتالي من الممكن أن تكون هناك قيود محددة. فتركيا بلد يعني اقتصاده لا يتحمل الكثير من المقاطعة الاقتصادية
أو المقاطعة السياحية وما شابه. فبالتالي حتى الشركات التركية التي هي عاملة في إقليم كردستان وفي المحافظات الأخرى في بغداد والمحافظات الأخرى، من الممكن أن تكون هناك خطوة باتجاه هذه الشركات حتى تشعر حكومة أردوغان بأن هناك حقيقة جدية، ليس فقط بمجرد الإطار القانوني في مجلس الأمن والخارجية العراقية. الكثير طلب بهذه أو تحريك هذه الأوراق، لكن الحكومة العراقية ليش ما استعملتها حتى الآن؟ يعني الحكومة العراقية طبعا هي حكومة، أولا هي لحد الآن هي تصرف أعمال، والحكومة العراقية يعني تنتظر لربما أيامها الأخيرة أو أرادت أن توكل يعني مهمة هذا الموضوع إلى الحكومة المقبلة التي سوف تتشكل. هذا جانب. الجانب الآخر، العراق لديه فرصة ثمينة، يعني لرب ضارة نافعة بهذا القصف وبهذه الإدانة من قبل مجلس الأمن والتعاطف الدولي والعربي، لا سيما أن حتى هناك الجامعة العربية أدانت هذا القصف والدول الإسلامية أدانت هذا القصف. من الممكن للعراق أن يضغط على تركيا كثيرا ويستخدم التفاوض الجديد والسياسة الجديدة مع تركيا حتى يزيد مثلا من الإطلاقات المياه ملف المياه. طيب. ملف المياه من الممكن أن يكون حاضرا، إذن ممكن أن يستفاد من الدعم الدولي من بهذا الجانب. طيب دكتور مصدق، سبق للبرلمان العراقي أن أصدر قرار بإخراج القوات الأجنبية أمريكية تركية أيضا من العراق، يعني بعد هذه الانتهاكات وبعد هذا الدعم الدولي لسيادة العراق وإدارة جريمة تركيا، هل يمكن إنفاذ هذا القرار وتنفيذه على المستوى الدولي؟ نعم، فيما يتعلق بقرار إخراج القوات الأجنبية أو إنهاء الاحتلال الأجنبي للأراضي والأجواء العراقية المتخذ من مجلس النواب في 5/1/2020، هذا القرار حقيقة رغم ما اعترض عليه البعض من أنه لا يأتي ضمن الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب، لكنه يجيء تفسيرا لنصوص الدستور اللي ذكرتها المادة 1 والمادة 50 والمادة 79، لأن واجب الحفاظ على سيادة الدولة هو مكرس بموجب نصوص الدستور والقوانين النافذة. فبالتالي لسنا اليوم بحاجة إلى أن ننتظر رحمة مجلس الأمن لكي نحافظ على سيادتنا. المبادئ العامة للقانون الدولي، اتفاقيات جنيف، ميثاق الأمم المتحدة، قرار الجمعية العامة المتعلق بالعدوان، كلها تكيف بما لا يقبل الشك والتأويل أن الفعل الاعتداء الواقع من تركيا هو فعل جريمة عدوان على العراق. فبالتالي كان الأجدر بالسيد رئيس مجلس وزراء القائد العام للقوات المسلحة أن يستخدم الأسلوب العسكري، وفي حال مثل ما شفنا في جلسة مجلس النواب عدم امتلاك العراق اللوجستيات أو الإمكانيات الكافية لمواجهة الاحتلال التركي للأراضي العراقية، فكان الأجدر في أقل تقدير أن يصار إلى نشر الجيش العراقي والحشد الشعبي وقوات البيشمركة على الشريط الحدودي بين تركيا والعراق، من أجل أعطاء رسالة واضحة أن الحكومة العراقية حريصة كل الحرص على السيادة العراقية. أما ما نشهده اليوم من الاكتفاء بعقد جلسة وانتظار اللجنة من عقد نتائجها وتوصياتها عبارة عن تسويف للموضوع. فبالتالي قرار المجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية لا زال ساري لغاية يومنا هذا، وبإمكان القائد العام للقوات المسلحة أن يستند إليه، وبإمكانه أن يستند إلى نصوص الدستور فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات القانونية التي مثل ما ذكرها ضيفك الكريم قد تصل إلى حد تقديم شكوى أمام مجلس الأمن مثل ما فعل الممثل العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة عندما حصل قصف في قاعدة عين الأسد. طلب ممثل العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة أن يعتبر الوثائق المقدمة كأدلة ويحفظها في الأمم المتحدة. اليوم نسأل ممثل العراقي الدائم للأمم المتحدة لماذا لا يتخذ نفس هذا الإجراء فيما يتعلق بالقصف التركي، ومن هو الذي أعطاه الأمر بأن لا يتخذ الإجراءات القانونية أمام مجلس الأمن؟ فبالتالي ننتظر صدور قرار مجلس الأمن لهذا اليوم، كما ننتظر قرار من القائد العام للقوات المسلحة وكذلك وزير الخارجية لغرض إعاز وإرسال إشارة لممثل العراق الدائم للأمم المتحدة لكي يمثل ليقدم شكوى مماثلة لتلك التي قدمها عام 2020 حينما تم الاعتداء على قاعدة عين الأسد. طيب أستاذ محمد، تتوقع أن تهمل قضية الاعتداء التركي على
العراق شمال العراق وسقوط عدد كبير من الضحايا الشهداء والجرحى أيضا، كما يتم تسويف قضية الاعتداء الأمريكي واغتيال القائدين الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني في العراق؟ يعني بالتأكيد عندما تنتهك السيادة مرة ومرة أخرى هذا من الممكن، يعني الباقين من يريد الانتهاك السيادة ولديه مخططات معينة، لديه أجندات معينة، يجعل هذا الموضوع نصب عينه بأنه تم انتهاك السيادة العراقية ولم تكن هناك ردود أفعال يعني تتناسب مع طبيعة الحدث. أم قضية أخرى، الحكومة العراقية لماذا هذه المرة صعدت من اللهجة القانونية في الدبلوماسية العراقية؟ لأن كان هناك ضغط شعبي، كانت التظاهرات شعبية على السفارة التركية وتم إنزال العلم التركي وفي الصرافية في منطقة الوزيرية، وكانت هناك تتجه الحشود إلى مقر السفارة التركية في داخل المنطقة الخضراء. أعتقد هذا الشعب العراقي دعم موقف الحكومة العراقية، وحتى أحرج البرلمان في جلسته الأولى لمناقشة القصف، ولربما سوف تكون هناك جلسة أخرى تتخذ فيها القرارات، علما أن جلسة مجلس النواب كانت مدعومة بالكلام الواقعي والأدلة الواقعية من قبل قادة المنظومة العسكرية العراقية، وزير الدفاع، قائد العمليات، نائب قائد العمليات المشتركة، رئيس أركان الجيش. كان هناك يعني كلام مدعوم بالأرقام، كم هي القواعد العسكرية وكم مرة تم انتهاك السيادة العراقية والأجواء العراقية من قبل تركيا على الأراضي العراقية. طيب. ولربما مثل ما تفضل الدكتور مصدق أن حكومة إقليم كردستان يفترض أن لا تستثنى من المسؤولية، لأن لربما الحكومة العراقية مقيدة سياسيا إلى حد كبير، وذلك بالامتناع من قبل حكومة أربيل بعدم التواجد العسكري، بعدم إحصاء الشريط الحدودي، بعدم مراقبة الشريط الحدودي مع تركيا، المنافذ الحدودية. كل هذه التبعات جاءت نتيجة عدم الاستقرار الوضع السياسي في العراق وعدم التنسيق والتناسق السياسي ما بين الأطراف العراقية وخصوصا في إقليم كردستان. طيب. وبغداد. دعونا نطلع سوية على نتائج الاستبيان اللي أجرتها قناة الأيام لبرنامج الحصاد، وهل سيساهم قرار مجلس الأمن الدولي بوقف القصف التركي على العراق؟ كانت الإجابات 50% نعم، 40% كلا، و10% متحفظ. والشكر الجزيل لكم سياسي المستقل أستاذ محمد العقيلي، كنت ضيفا كريما، والشكر كذلك لكم أستاذ القانون الدكتور مصدق عادل، كنت ضيفا كريما. شكرا لكم دكتور، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.